غلطان اللي يقول لكم ان التسمين ما بياكلش حاجه غير العلف، انتوا غلطانين يا جماعه، امشوا معانا بالطريقه اللي احنا شغالين بيها، والله العظيم هتشوفوا اوزان انتوا مش هتتخيلوها يا جماعه. السلام عليكم واهلا بيكم، اتمنى يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الحلقه النهارده. عندنا النهارده حلقه قويه جدا، هنوفر نص كميه العلف حرفيا بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها على مدار الدورات اللي حضراتكم عارفينها لو متابعين معانا. لو حضراتكم بقى جداد على القناه انزلوا حالا اعملوا اشتراك او سبسكرايب وانضموا معانا في القناه، بجد هتستفادوا كتير جدا وهتطلعوا دورات تسمين باوزان عاليه جدا بنص تكلفه العلف يا جماعه. طيب النهارده عندنا خلطه جباره هنوفر بيها نص كميه العلف، كمان هنعالج بيها لو عندنا اي مشكله في الاسهالات، عندنا مشكله في البرد، عندنا كحه، عندنا عطس، عندنا اي مشكله، عندنا كمان نقص فيتامينات او اي حاجه من الحاجات دي يا جماعه، النهارده هنعالجها بحاجات كلنا اصلا بنرميها وحاجات بسيطه جدا قليله التكلفه، يمكن تكاد لا تذكر التكلفه بتاعتها. طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل خلطه هتوفر نص كميه العلف، هتعالج كل الحاجات اللي انا قلت عليها. ولكن قبل ما نبدا الفيديو انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسوش كمان ان المعلومه امانه، وزي ما وصلتكم وصلوها لغيركم. طيب توصلوها ازاي؟ باللايك اللي حضراتكم بتعملوه، خليكم دايما كده فعالين في الخير، واي حاجه يا جماعه او اي معلومه تلاقوها مظبوطه وهتفيد حد غيركم خليكم كده دايما فعالين في الخير وشيروها او ابعتوها لاصحابكم علشان يستفيدوا منها. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده، بدايه قبل ما نتكلم في الخلطه اللي احنا هنعملها النهارده، بصوا معانا هنا كده على نظافه المكان، اخواتنا اللي سالونا على نوع الفرشه اللي احنا شغالين بيها، يا جماعه احنا شغالين بنشاره الخشب، تقدروا تستخدموا اي نوع فرشه متوفر عند حضراتكم، ولكن احنا دايما بنستخدم نشاره الخشب زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب سالتونا كمان نشاره الخشب غاليه؟ بصوا يا جماعه احنا كنا قبل كده في الدورات اللي فاتت كنا بنشتري العبوه اللي هي الكبيره، بصراحه مش عارفه الوزن بتاعها بالظبط، ولكن كانت عبوه كبيره ب 60 جنيه. طيب امبارح نزلناها نفس العبوه ولكن بقت ب 80 جنيه، ازاي؟ معرفش، المهم ان هي غلت زيها زي كل الحاجات اللي غلت، يعني ما جاتش عليها. طيب ممكن تقدروا تستخدموا البدائل بتاعتها عادي جدا يا جماعه، ما فيش اي مشكله، ولكن المهم ان دايما تكون الفرشه عند حضراتكم نظيفه بالمنظر اللي حضراتكم شايفينها. طيب احنا غيرنا الفرشه النهارده، استخدمنا كمان جير تحت الفرشه تحت النشاره اللي حضراتكم شايفينها دي، ما شاء الله شايفين الفراخ نظيفه، المكان نظيف، ما فيش اي ريحه في المكان، انا طبعا بكون موجوده في المكان طول ما انا بصور زي ما حضراتكم سامعيني كده، ولا في اي حاجه في النفس ولا مضايقاني ولا اي حاجه يا جماعه، طول ما حضرتك المكان نظيف، ما فيش فيه ريحة أمونيا، ما فيش فيه كتمة في المكان، ما فيش زحمة في المكان، ما فيش اللي هو طيار هواء مباشر على الفراخ بتاعتكم، تأكدوا ان حضراتكم هتاخدوا دورة تسمين عالية جدا في الأوزان وبأقل التكاليف، ومش هيظهر عند حضراتكم لا قدر الله أي أمراض. طيب اخواتنا اللي سالونا ان هم عندهم دايما اسهالات عاليه في المكان، ومهما ادوا ادويه بتفضل الاسهالات او بتيجي وبترجع تاني، يعني مثلا كل ما يدوا ادويه الاسهالات بتبدا تخف شويه، وبعد فتره او يومين ثلاثه مجرد ان هم يرفعوا الادويه البيطريه اللي هم شغالين بيها بتبدا الاسهالات تظهر تاني بنفس الطريقه. طيب يا جماعه الحل للموضوع ده يا جماعه، قلنا قبل كده التهويه تكون عندكم مظبوطه، الحراره تثبتوها على حسب عمر الفراخ بتاعتكم، ايا كانت بقى كتاكيت او فراخ كبيره بتثبتوا الحراره على حسب عمر الفراخ بتاعتكم. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه قلنا يا جماعه التهويه مهمه جدا، ما تقلش اهميه عن نوع العلف اللي حضرتك بتشغل بيه، وعلى نوع كمان الكتكوت برضو اللي حضرتك شغال بيه، وعلى طريقتك اللي انت بتشتغل بيها. اشتغلوا يا جماعه بطريقه صحيحه، دورات التسمين بتكلف كتير ولكن هي مش حرفه يعني ولا حاجه يا جماعه، حاجه صعبه ولا حاجه، كل الحكايه ان احنا بس بنبقى شغالين بطريقه عشوائيه شويه. اشتغلوا يا جماعه بطريقه صحيحه، اهتموا بالتهويه، اهتموا بنظافه المكان، اهتموا حضراتكم بنوع العلف اللي حضراتكم شغالين بيه، قلنا قبل كده ما تشتغلوش يا جماعه بالعلف الشعبي وترجعوا تقولوا ان انتم مفيش عندكم اوزان، مفيش عندكم اوزان، لان اصلا حضرتك شغال بعلف مش مظبوط، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان يا جماعه قلنا لو هتشتغلوا معانا بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي بدايل العلف، اشتغلوا معانا يا جماعه بتدي اوزان عاليه جدا وبتوفر نص كميه العلف، يبقى حضرتك خدت اوزان حققت المفروض تحققه وكمان وفرت نص التكلفه. سالتونا كمان على هل ينفع ان احنا نربي بلدي او اللي هو الساسو او اي نوع
تاني غير الابيض مع الابيض في نفس المكان زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه. احنا شغالين اهو علشان حضراتكم برده تبقى كل حاجه قدامكم، شغالين الابيض وشغالين معاه الاساس وكمان في نفس المكان. لو حضراتكم عاوزين تشغلوا الاثنين مع بعض مفيش اي مشكله خالص يا جماعه، ولكن قلنا قبل كده لازم يكونوا نفس العمر، يعني حضراتكم تجيبوهم من مكان واحد وتستقبلوهم في نفس المكان وتكملوا الدوره عادي جدا مفيش اي مشكله، ولا تنقلوهم تاني ولا اي حاجه. خلاص كده؟ طيب علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده تعالوا بقى نبدا نجيب الخلطه بتاعتنا ونبدا نشوف هنعمل ايه النهارده، ولكن الفيديو محتاج لايكات كتير جدا النهارده، حطوا لايك وخليكم معانا نجيب الخلطه ويلا بينا. اهو يا جماعه جبنا خلاص كميه من العلف، هنا عندنا 2 كيلو من العلف. احنا هنا زي ما حضراتكم ملاحظين شغالين بالعلف اللي هو ال 23 على ال 21 زي ما حضراتكم شايفين كده، بدانا ان احنا نخلط العلف بقالنا كام يوم. طبعا هنا هنخلص كمية العلف اللي عندنا اللي هي 23 وهنكمل بقى بال 21. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده الفراخ جعانة جدا فهتبدأ ان هي تاكل اي حاجة هنحطها على العلف هتاكلها. طبعا لو حضراتكم بتجربوا اللي احنا هنعمله النهاردة لأول مرة جوعوا الفراخ، وقلنا قبل كده لو بتعملوا خلطات يا جماعة لأول مرة علشان الفراخ تاكلها وتبدأ ان هي تسحب في كمية العلف وما تبطلش اكل يبقى حضراتكم لازم تجوعوها شوية. طيب لكن حضراتكم بقى لو متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا اصلا شغالين ببدائل العلف من الدورات اللي فاتت، يمكن من دورتين ثلاثه واحنا شغالين ببدائل العلف اللي احنا هنشتغل بيها النهارده. طيب هنا عندنا 2 كيلو من العلف زي ما حضراتكم شايفين، وهنبدا بقى نحط نص كميه العلف اللي احنا هنستخدمها النهارده الحاجه اللي احنا هنشتغل بيها النهارده. يعني هيكون نص كميه العلف خلطة يا جماعة ايا كانت بقى نوع الخلطة اللي حضرتك شغال بيها وايا كانت كمية العلف اللي حضراتكم هتشتغلوا بيها هتبقى نصها بالظبط الخلطة اللي احنا هنحطها النهاردة. طيب طبعا الفراخ عاملة زحمة جامدة جدا في المكان وعاملة صوت، ولكن انا بعتذر جدا مش عارفة اعمل ايه. طيب هنبدأ بقى نجيب الخلطة بتاعتنا وهقول لكم على النسب المظبوطة تاني. اول حاجه يا جماعه عندنا هنا في الخلطه بتاعتنا النهارده وهي البطاطا، لو حضراتكم متابعين معانا من الدورات اللي فاتت هتبقوا عارفين ان احنا اول حد اشتغل بالبطاطا يا جماعه في التسمين. اهي البطاطا هنا بشرناها، بشرنا يعني شويه كده خشنه والشويه الثانيه ناعمه. طيب هنبدا بقى ان احنا ناخد الكميه دي. احنا بشرنا قد ايه بطاطا؟ احنا بشرنا كيلو من البطاطا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده. ركزوا بقى معايا في النسب اللي احنا هنحطها النهارده علشان تعرفوا بالظبط الكميات يا جماعه بالنسبه للعلف. هنبدا نحط كمان قشر البرتقان اهو يا جماعه، لو برده متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا شغالين بقشر البرتقان فيه نسبه فيتامين عاليه جدا وكمان هيعالج معانا اي مشكله لو عندنا عطس او كحه او برد او اي حاجه برده بيعالجها، وكمان فيه نسبه فيتامينات عاليه جدا مش هنشتري بقى فيتامينات وادويه والكلام ده. طيب عندنا حاجة كمان مهمة جدا أول مرة هنستخدمها النهاردة في دورة التسمين بتاعتنا وهي الكرات المصري يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ ناخد منه حوالي نص حزمة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب لو ما عندناش مثلا كرات نقدر نستخدم البصل الأخضر واستخدمناه كتير جدا في التسمين يا جماعة لو متابعين معانا. لو ما عندكوش كمان بصل اللي هو الأخضر ممكن كمان تستخدموا يا جماعة البصل الناشف، تبشروه وتقلبوه على العلف قوي جدا مضاد حيوي قوي جدا بيفتح الشهية، كمان لو في أي فيروس في المكان أو أي حاجة بيعالجها وببلاش وبدون أي أدوية. طيب عندنا حاجة مهمة كمان جدا هتعلي بقى معانا الوزن وهتخليه كده في السماء يا جماعة وهتفتح الشهية وكمان هتدي وزن عالي جدا وببلاش وبنستخدمها على مدار الدورات كلها، هي ايه؟ هي الخميرة يا جماعة. هنبدأ ناخد منها حوالي معلقة كبيرة اللي هي الخميرة الفورية لو متابعين معانا هتبقوا عارفين ان احنا دايما شغالين بيها. اهو هنبدا ناخد منها حوالي معلقه كبيره، طبعا مفيش جنبي معلقه فحطيت شويه كده بمقدار معلقه كبيره. طيب لو احنا بقى عندنا اسهالات وخايفين ان احنا نستخدم الخلطات دي يا جماعه يبقى يستخدموا معاها النشا، ولكن الخلطات دي يا جماعه ولا بتجيب اسهال ولا بتعمل اي مشاكل، الاسهالات اصلا بتكون موجوده عندكم ولكن بتبقى بالصدفه ان حضراتكم حطيتوا الخلطه وانتوا اصلا عندكم اسهال او اصلا كان هو فيه اسهال ولكن مش باين مجرد ان حضراتكم بتحطوا خلطه فتبدا ان هي تظهر وبترجعوا الاسهالات للخلطات اللي انتوا بتحطوها. الخلطات دي يا جماعه ولا بتعمل اسهالات ولا بتعمل اي مشاكل، بالعكس بتوفر كميه كبيره جدا في العلف وبتديكوا اوزان عاليه، وكمان لو عندكم اي مشكله في
في الفراخ، في التنفس، في برد، كحه، عطس، اي حاجه هي اصلا بتعالج الكلام ده كله. ولكن لو عندكم اي مشكله ممكن تستخدموا النشا زي ما احنا هنستخدمها النهارده. طبعا احنا ما عندناش اي مشكله، ولكن انا بستخدمها النهارده علشان حضراتكم لو عاوزين تستخدموها ما تكونوش قلقانين ابدا من اي حاجه. هنبدا ان احنا نخلط الخلطه كويس جدا. طبعا الفراخ جعانه، ومجرد ان احنا نقلب الخلطه دي ونحطها هيبداوا ان هم ياكلوها على طول. طيب عاوزه اتكلم معاكم في حاجه مهمه يا جماعه، وهي لما تكونوا بتعملوا خلطات يبقى ما تكتروش الخلطه يا جماعه، بحيث ان هي ما تقعدش قدامهم وقت طويل. كل ما كانت الخلطه الوقت بتاعها قصير، اكلوه في وقت قصير، كل ما هيستفيدوا اكتر من الحاجات اللي حضراتكم بتحطوها. زي ما حضراتكم شايفين كده اهي، الخلطة اصلا تقريبا كلها بقت عبارة عن الحاجات اللي احنا حاطينها، يعني اصلا هتلاقوا العلف اختفى في الحاجات اللي احنا حطيناها دي. هتوفر معاكم كمية كبيرة جدا صدقوني من العلف. اخواتنا بقى اللي اشتغلوا يا جماعة معانا بالخلطات الطبيعية دي وجربوا البطاطا في دورات التسمين اللي فاتت، ينزلوا حالا في الكومنت يقولوا بكل صراحة البطاطا عملت معاهم ايه، وطلعت معاهم اوزان عالية ولا لا، ويكتبوا في الكومنت ايه الاوزان اللي هم اخدوها، والطريقة اللي اشتغلوا بها معانا كانت مظبوطة ولا لا، ويقولوا كل التفاصيل دي في التعليقات تحت. واخواتنا بقى اللي ما جربوش معانا ولسه جداد على القناة، اتمنى بجد من قلبي ان انتوا تعملوا اشتراك في القناة علشان تستفيدوا من الخلطات اللي احنا بنعملها. بفضل الله احنا لينا سبق في اللي هو التسمين يا جماعة. البطاطا دي كانت اول حد يجربها، كانت بفضل الله كانت التجربة بتاعتنا واتعممت وطلعت ترند واحنا كنا السبب فيها. بفضل الله انا سعيدة جدا ان الناس كلها جربتها واخدت الاوزان بنص التكلفة. بصوا يا جماعة شايفين الخلطة بقت عاملة ازاي اهو، العلف ناشف زي ما هو، ولا مبلول ولا اي حاجة يا جماعة. لو التزمتوا بالحاجات اللي احنا بنقول عليها والله العظيم صدقوني هتاخدوا اوزان انتوا مش هتتخيلوها. ليه؟ لان حضراتكم بترجعوا تسألونا الاوزان دي انتوا بتطلعوها ازاي. بصوا يا جماعة اتقوا الله في شغلكم، اهتموا بالحاجة اللي انتوا بتعملوها، خلوا دايما كده في حاجه لله من الحاجه اللي انتوا بتعملوها ايا كانت يا جماعه. حتى لو جالك جنيه طلع منه نسبه ولو 10% يا جماعه من الحاجه اللي بتجيلكوا، صدقوني والله العظيم ربنا هيخلف عليكوا وانتوا مش هتبقوا متخيلين اصلا البركه اللي هتلاقوها في الحاجه بتاعتكوا. هتلاقوا كده الدنيا ماشيه معاكوا، مفيش مشاكل، مفيش وقعات. دورات التسمين دي يا جماعه فيها وقعات صعبه جدا، لو لا قدر الله حضرتك اشتغلت غلط، لو لا قدر الله حضرتك اشتغلت بطريقه غلط وما اتقتش ربنا في اللي انت بتعمله وفي الحاجه اللي الناس بتاكلها من ايدك، صدقني هتقع وقعه ربنا هيقرصك قرصه هتخليك تلف حوالين نفسك. اتقوا الله يا جماعه في الحاجه اللي انتوا بتعملوها. لان اتبعت لي قبل كده فيديو كانوا بيتكلموا على الهرمونات وحبوب منع الحمل والقصه الطويله العريضه دي يا جماعه، اوعوا تشتغلوا بالطريقه دي يا جماعه، اتقوا الله في شغلكم. لو العلف غالي زي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنطلع الاوزان دي بنص كميه العلف يا جماعه، من بعد ال 20 يوم ابداوا اشتغلوا بالبطاطا صدقوني هتدي اوزان عاليه جدا. اشتغلنا كمان بالحلبه المستنبته، ارجعوا بقى للفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوها كانت يعني عامله شغل جامد جدا، فيها نسبة بروتين عالية جدا. نسبة البروتين اللي في الحلبة المستنبتة يا جماعة 24% بروتين، يعني أصلا أقوى من العلف أو فيها أعلى نسبة من العلف من البروتين، فاهمين قصدي؟ طيب زي ما حضراتكم شايفين الفراخ ابتدت ان هي تاكل بالنظر اللي حضراتكم شايفينه. لو متابعين بقى معانا هتبقوا عارفين ان دي طريقه شغلنا، بنطلع اوزان عاليه جدا ونص كميه العلف وباقل التكاليف، وبفضل الله ولا بيكون عندنا امراض ولا بيكون عندنا اي مشاكل من اي نوع. التزموا بالحاجات اللي احنا قلنا عليها، امشوا معانا ببدايل العلف يا جماعه. غلطان اللي يقول لكم ان التسمين ما بياكلش حاجه غير العلف، انتوا غلطانين يا جماعه. امشوا معانا بالطريقه اللي احنا شغالين بيها والله العظيم هتشوفوا اوزان انتوا مش هتتخيلوها يا جماعه. ما شاء الله شايفين اصلا الاوزان يعني بتتكلم عن نفسها. اهو الميزان صفر يا جماعه، هنبدا كده ناخد اي فرخ كده، هناخد فرخين ثلاثه وبعدين هناخد المتوسط بتاعه. اهو يا جماعه حاولنا ان احنا نثبت الفرخ كده على الميزان لان الميزان صغير جدا، ولكن هو ده اللي موجود الميزان الثاني في المكان الثاني. طيب اهو زي ما حضراتكم شايفين كيلو 636 جرام، ما شاء الله يعني بصراحه اصلا شكل الفرخ لوحده من غير ميزان يا جماعه بيتكلم عن الوزن. زي ما حضراتكم شايفين اهو هنشيله وهنجيب واحد ثاني، اي فرخ ثاني برده طبعا هيغلفنا برده على بال ما نثبته. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كيلو 423 جرام، هايل جدا. هنشوف كمان واحد كيلو 536 جرام، ما شاء الله. يبقى عندنا من كيلو 422 لحد
كيلو 600 حاجة و30، ما شاء الله يعني الأوزان هايلة جدا يا جماعة، ما عندناش أي مشكلة في الوزن نهائي. طبعا أصلا شكل الفراخ بيتكلم عن وزنها، ما عندناش تفاوت كتير في الأوزان، يعني هتلاقوا أقل حاجة عندنا في العمر ده كيلو 350، كيلو 400، ما شاء الله يعني ما عندناش أي مشكلة. إخواتنا اللي بيشكوا من ضعف الأوزان أو تفاوت الأوزان العالي، المشكلة يا جماعة بتكون عند حضراتكم. ليه؟ لأن يا إما المكان بيكون ضيق، يا إما ما عندكوش علافات ولا سقايات كفاية، كاتمين المكان، التهوية عندكم سيئة، الحرارة فيها مشكلة، كل الحاجات دي أو كل العوامل دي بتأدي إن يبقى عندكم نقص في الأوزان. وعندكم كمان لو الأوزان مظبوطة برضو هتلاقوا فيه تفاوت عالي جدا في الوزن، يعني مثلا تلاقوا كتكوت نص كيلو، تلاقوا التاني مثلا 200 جرام، تلاقوا واحد كيلو إلا ربع، يعني هتلاقوا فيه تفاوت عالي في الوزن. ولكن لو لقيتوا الأوزان كلها زي بعضها تعرفوا إن أنتوا شغالين صح. الحلقة اللي جاية هتكون خاصة بالحاجة اللي احنا هنحطها النهاردة في المية، هتبقى علشان لو فيه اسهالات او فيه كوكسيديا او كولستريديا او فيه برد او عطس او الحاجات دي كلها، النهاردة برضو هنعالجها بدواء بيطري قوي جدا هيجيب معاكم من الاخر بدون ما تقعدوا تجربوا خلطات واعشاب والكلام ده كله. لازم يا جماعة تشتغلوا صح، لو فيه كوكسيديا او كولستريديا لازم تعالجوها بالطريقة الصحيحة اللي احنا هنحطها النهاردة في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. بس كده ده كان الفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه بسيطه. اشتغلوا يا جماعه بالطريقه اللي احنا بنقول عليها هتوفر معاكم كتير جدا. شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن الدول العربيه، شكرا جدا على تعليقاتكم الجميله، شكرا جدا على الثقه الغاليه، بتمنى لكم جميعا التوفيق. استنونا في فيديو جديد، اشوفكم تاني على خير.